يعطيكم العافية. كثير ما تحدثت عن موضوع عقدات الخواجة. أنا ما بهاجم ولا أبي أحرض على الدول الأخرى، ما ليش الموضوع هذا، بالعكس درسنا عندهم طب وهندسة وتاريخ ولغات. وأيا كان، أنا بتكلم عن فئة بعض مدربين أو مدربات أو مصممين أو مصممات العطور، عندهم عقدة الخواجة كأنه يعني شو أقول لكم، لازم أجيب لطاري فلان أو الدولة فلانية، أنا سافرت للدورة فلانية خديت شهادة من عندهم، أنا اعتمدوا الدولة الفلانية العطر مالي. لا، هو مو صك الجنة، بالعكس هذه الدول لها كل احترام والتقدير، بس مو معناها ان العرب والاسيويين احنا الهنود ابو البهارات ابو البخور ابو انواع دهن العود والمسك والزيوت العطرية. اشوف ما حد يبطاريهم. ليش؟ لان دولتهم فقيرة. ليش دائما احنا يعني تلاقي الناس، انا والله خذيت دورة في الدولة الفلانية، ما اقدر اقول اسامي الدول راح تفهموني عشان لا يصير يعني ينفهم غلط ولا يحضرون ولا يشتكون ولا شيء. طيب انا ماني جاي باسم دول معينه، على قولتهم اياك يعني يا جاره، ولا ضدهم ولا شيء، بالعكس بالعكس احنا علمناهم. انا في اجانب اعطيتهم دورات عادي، خذوا شهادة، ناخذ منهم دورات مو مشكلة، بس هم شنو الخطة مالتهم؟ عقدة الخواجة. خلنا أقول إني أنا مدربني هنري بيتر مش عارف إيش عشان يعزز العلاقة، بالعكس ترى أكثر ناس الدول هذه راسلهم بالإيميل يعطونك شهادات لين تعجز لين تمل، بس ببيزاتك بيزاتك حرك فلوسك يعطوك شهادة وانت بدولتك وانت في البيت قاعد عادي شهادة انك هذا، صار كل شيء بالنت سهل. بس منو اللي خاف الله؟ اللي خاف الله فعلا انا استحق هالشهادة فعلا، لما ادرب الناس بما يحب الله ويرضاه مثل ما اخذ حق يعطيهم حقهم، ولا بس شهادة، ولا شهادة حتى الطفل يصير مدرب معتمد ومش عارف وانت قاعد بس شغل الجيبك. ليش لازم كل ما اصمم عطر والله انا مسوي بدول الفلانية عشان زيادة مبيعات؟ ليش ما تقول الهند مثلا ولا نيبال ولا تايلند؟ ليش؟ عشان هذه الدول ما لها صيت؟ لا لها صيت، بالعكس بالعكس. يعني انا استغرب عقدة الخواجة، ليش يعني ان لازم انا ما اخذ شهادة من فلان وفلان؟ انا اخذت شهادة من دول ثانية وخذيت وعاد وتعامل، بس ليش لما اشرح للناس ولا ابي يعني اروج لنفسي، ليش دائما عقدة الخواجة عفوا تدخل بالموضوع؟ انا دربني فلان الفلاني، او انا صممت العطر انزين بالدولة الفلانية اعطوني الصك هذا. لا بالعكس عليك مليون عافية. ولا اذا بغينا نروج السوالف، لا بالعكس افتخر انا كعربي ككويتي مصمم عطور ومدرب عطور، وليس الوحيد وليس الوحيد، وايد ناس والله يوفقهم. بالعكس انا يقلدوني ناس كثيرين، ومن قلدنا فقد اكدنا. المغزى من الفيديو هذا، كل يعني يسوي عطور ولا يسوي دورات عطور يتحمل مسؤولية نفسه، بس مو انت قاعد في البيت تقول رحت الدولة فلاني وانت اصلا ما طبيتها، او انت قاعدة، ترى كل شيء معروف ومألوف. ولا افتخر لما اسوي العطر بديرتي ولا بدولة عربية، افتخر بالعكس لما اروح مصر اسوي عطر هناك، ولا اروح السعودية ولا الامارات ولا العراق ولا الكويت ولا الجزائر ولا المغرب، من دولنا اللي على راس الدول العربية، بالعكس شيء جميل وافتخر ان نسويه. فحبيت انقل لكم هذا الموضوع، عقدة الخواجة جدا غازية هالمجال هذا انزين، بالعكس احنا نعلمهم العطور مثل ما نتعلم منهم بعض الاشياء الاخرى. يعطيكم العافية.